على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أسر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج رموز وأفكار عبر أثير جامعة الخرطوم، صوت العلم والمعرفة على الموجة FM 93.3. نواصل فيها من قطع من الحديث مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم بروفيسور عبد الغفار محمد أحمد. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. بروفيسور عبد الغفار، في الحلقة الماضية أشرنا إلى المدن، والآن ظهرت في العاصمة القومية الكبرى بعض الجرائم الاجتماعية، وهناك تسميات عصابات النقز واغتصاب الأطفال وقتل الشنيع، كما ظهرت مسميات تطلع برا وأنغولا ورأس الشيطان وهنا ينتهي القانون إلى آخره. كيف يبدو لكم مجتمع المدينة الآن، وما هي دلالات هذه الجرائم والتسميات بالنسبة إلى ما يحدث في المدن الأفريقية الأخرى، وفيها مدن الصفيح في مدينة نيروبي وفي ليغوس وفي مدينة جوهانسبرغ؟ والله شوف، الحاصل انك انت في نوع من المجموعات السكانية اللي هاجرت لمناطق مختلفة، دخلت على المناطق دي كانت عندها قيم ومعتقدات مختلفة تماما، الاختلاف عن السكان الاصليين اللي كانوا موجودين في البلد، فكان مش ما كان غريب جدا جدا انه تحصل نوع من الاشكالات في التعامل بين المجموعات السكانية المختلفة اللي جات وقعدت في المنطقة دي. عشان كده بتبرز نوع من التصادم في القيم والمعتقدات وفي أسلوب الحياة بين المجموعات المختلفة. يعني المجموعات اللي انت بتسميها اطلع برا وما عارف ايه، كل المجموعات اللي سكنت في المناطق المختلفة اللي حول العاصمة القومية دي، مجموعات جات عشان تبحث عن امكانية في انها هي تجلى لها اشياء منتجة ممكن تخليها. بمجرد ما تكون هذه المجموعات غير منتجة بتتجه إلى أشياء أخرى، تتجه إلى الجريمة بمختلف أنواعها، ما عايزين نفصلها، لكن على الأقل الجريمة بمختلف أنواعها دي. المجموعات السكانية كبرت كبيرة جدا جدا، فالأشياء اللي نحن بنذكرها دي لو غارناها بالأشياء اللي بتحدث عادية و بالقيم والمعتقدات اللي نحن بنتكلم عنها في المناطق دي، بنجد انها هي الاشياء دي ما كبيره خالص. الاعلام هو اللي يكبرها خالص بالصوره بتاعتها المختلفه دي. انا مفتكر ما في اشكاليات كبيره جدا جدا ممكن نحن نتكلم عنها بالصوره دي حوادث فرديه ممكن تتردد. صح انه مجموعات النيجرز والمجموعات دي مجموعات بتاعت مجموعات شبابيه، انت ما وجدت لها اي نوع من العمل، فتعمل شنو غير انها تمشي والاشياء المتاحه لها الوحيده انها هي تستخدم قوتها في انها تجد نوع من الدخل لها اليومي. نعم. بروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، يمكن أنا اطلعت على أعداد قديمة من مجلة العربي الكويتية، وكان فيها تحقيق عن مدينة كانو وأسواقها والمعمار والمجتمع فيها، وفي عدد آخر ممكن بعد سنوات بعدها طويلة كانت في برضها يعني تغطية لمدينة دار السلام في تنزانيا، كذلك في مجتمعها ومدنها وشوارعها وأسواقها وسحنة ناسها. لما استذكر هذه الصور في ذهني مع الوضع الآن، الخرطوم تلقاها شبيهة بـ 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 بهذه المدن
بغض النظر أن خرطوم ما كانت كده، يمكن في فترة الخمسينات والستينات كانت ذات ملامح عرقية وسكانية محددة. والله شوف، هي الخرطوم دي طبعا واحدة من الحاجات اللي بنذكر عليها إنها هي كانت فعلا الأعداد السكانية اللي موجودة فيها كانت قليلة، كانت يعني من واحدة بتاعت ربع مليون حاجة بالشكل ده. كان الخرطوم دي كان انت ممكن تنظفها بالمساء عشان تصبح من الصباح تكون معقولة، لكن تحول المناخ دلوقتي ويبتدت تجيك أتربة ويبتدت تجيك أشياء كثيرة جدا جدا، ما عاد بإمكانك انت تغسل الشوارع زي ما بتغسل زمان. العدد السكاني، العدد السكاني أصبح بصورة رهيبة. إذا كان انت بتتكلم عن حكاية بتاعت ربع مليون قبل 20 سنة، دلوقتي بتتكلم عن كم، 3-4-5-6 ملايين نفر عاشوا في المنطقة دي. ليه؟ لأنك انت ما قدرت توظف الخدمات وتوصلها للإنسان في محلته، الإنسان هاجر وجاه. عشان كده نوع من التغييرات اللي حصلت بتحصل في كل المدن. المدن الثانية اللي انت تكلمت عنها، إذا كانت في نيجيريا، إذا كانت في تنزانيا، دي قدرت هي تثبت الوضع بتاعها في ما كانت عليه، لأنها هي نغلت الخدمات بتاعتها في مناطق أخرى وقدرت توقف الناس ديل من يهاجروا من الريف إلى المدينة. هنا العكس، هنا نحن دلوقتي كل الأشياء مركزة في المدينة. عشان كده انت إنسان الريف ده ما حقه تظلمه بأنك انت والله تقول له أقعد في الريف وموت هناك. بس عبد الغفار، ننتقل إلى ملف آخر يتصل بالمجتمع وهو ملف المرأة. يعني تسهم المرأة في العمليات الزراعية وفي تربية الحيوان في القطاع التقليدي خاصة المطري، ولكن هناك هجرات مستمرة للرجال وخاصة الشباب إلى المدن لدرجة أخلت بتوازن قوى المجتمع الريفي، وافتقدت الزراعة والرعي القوى العاملة، وتراجع إنتاج الحبوب والمحاصيل مما يهدد وجود القطاع التقليدي نفسه. كيف تنظر إلى هذه الظاهرة الاجتماعية؟ الظاهرة الاجتماعية اللي نحن بنتكلم عنها وحكاية المجموعات السكانية اللي هاجرت في المناطق المختلفة دي وخلت الإنتاج ينقص في المناطق الريفية، دي كلها ما ممكن ينظر إليها بمعزل عن نوعية المشاكل اللي بنواجهها الطبيعية اللي موجودة. يعني في تغيير في المناخ، في جفاف وتصحر زي ما ذكرت أنا في الحلقة الماضية، وبنقول عليه إنه بيأثر على عملية الإنتاج دي. ده أثر على تكوين الأسرة ذاتها. الأسرة بقت، الأسرة دي ما فيها استمرارية بصورة أو أخرى، بتنتج نوع من العمالة أنت ممكن توظفها في الزراعة، ممكن توظفها في المناطق الريفية بتاعتك، ممكن توظفها حتى الهجرة الموسمية بتاعتك إذا كانوا روحها، لكن برضو بيكون في فائض من العمالة دي. الفائض بتاع العمالة دي كان لازم يتحرك لمناطق أخرى ويمشي ويهاجر عشان ينتج في مناطق أخرى، وده واحدة من الحاجات اللي نحن بنشوف. المرأة بالنسبة لنا، بالنسبة لك، كانت بتساهم صح، يعني بتساهم في المناطق الريفية في العملية بتاعتها حول المنزل، إذا كانت في زراعة جبراكة ممكن أنت تشتغل فيها المرأة والأطفال، حتى ممكن إذا كانوا من الرعاة المرأة دي كانت دائما بتكون في الخيمة عامل بتاع العامل بتاع العمل بتاع اليدوي اللي ممكن توجهه في الاتجاه دي، وممكن تكون مسؤولة من الربوب البهائم اللي بيخلوها لللبن وللحليب، والبهائم اللي ما ممكن تتحرك في القطيع. دي كلها كانت أشياء معقولة، لكن الحاصل إنك أنت دلوقتي الناس هاجرت والجفاف والتصحر ضرب المناطق دي، فقدت الرعاة، فقدوا القطعان بتاعينه، المستغرين فقدوا الأراضي اللي كانوا ممكن يزرعوها. أسرع زول بيتحرك هو الرجل، والرجال رحلوا للمدينة في البداية ثم تبعهم النساء. يعني الليلة انت لو مشيت عينت لهم بتجد انه الرجال
برضو رحلوا للمدينة وفي القطاع الهامشي يبتدوا يشتغلوا فيه، إذا غسيل عربات، إذا كان بيع موية، إذا كان أشياء أخرى، كلها قطاع في 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 المواقف بتاعت العربات أو في حتى إشارات المرور بتلقاهم بتاجروا وبيبيعوا في الأشياء دي. دي أشياء جانبية عملية ما بتجيب له حاجة حتى في دخله اليومي ما ممكن تكفيه. النساء اللي جن على المدينة بيجنهن أقوى من الرجال، لأنهم هم ابتدن كمان يشتغلن في أشياء يمكن تكون ثابتة ودخلها كامل، اللي هي عملية بتاعت شاي، بيع طعام، أشياء أخرى. دي أدت لنوع من التوازن بين الاثنين. الراجل ما عاد هو الرب الأسرة الرئيسي براه، فيه لازم يلقى دعم من المرأة، وفي بعض الأحيان المرأة يمكن تكون أكثر إنتاجا من الرجل في المنطقة دي. نعم. زادت أيضا نسبة المرأة العاملة في المدينة، إذا انتقلنا من الريف إلى المدينة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفي الخدمة المنزلية والخدمات الأخرى، لدرجة وجود أكثر من امرأة عاملة في الأسرة. كيف تنظر إلى مستقبل المرأة العاملة، وكيف يمكن تنمية وتطوير قدرات هذا القطاع ليسهم في التنمية والخدمات؟ المرأة في المناطق الحضرية هي الغوام بتاع الأسرة أساسا، والراجل كان بيقدم بعض النشاطات والمرأة بتقدم بعض النشاطات، لكن التعليم دلوقتي أدى إلى أنه يكون في دور مهم جدا جدا للمرأة في المسألة دي، في مسألة الإنتاج بتاعها. بتجد إنها في كل القطاعات يمكن تكون لها اليد العليا في معظم الأشياء، في يعني حتى حاجات كده بقت يمكن مقفولة للنساء، في وظائف معينة كانت مقفولة للنساء. صح، بقت هي إلى حد ما تقوم بإسهام بصورة متكاملة في الإنتاج اللي أنت ممكن تكون فيه، ودي إلى حد ما أدت إلى أنه تقود إلى نوع من المساهمات الرئيسية بالنسبة للمرأة. يعني واحدة من الحاجات اللي أنت ممكن تنظر لها العملية بتاعت التعليم واللي وجدته المرأة والاحتياج بالنسبة لها في ده. طبعا نحن ما دارين نربطه بكمان برضو نوع من الهجرة بتاعت الرجل من المناطق الحضرية دي إلى خارج السودان، وتح فرصة كمان برضو كبيرة جدا جدا، لأن المرأة تجد مجال للعمل أكبر من الموجودين من الرجال. هناك ظاهرة أخرى في الريف الآن، هي ظاهرة الذهابة، وخاصة الذهابة في بعض المناطق، يعني في مناطق شمال كردفان تحصل على كميات كبيرة من الأموال، وأحدث التغيير في مناطقهم، يعني بقت زي ظاهرة معاكسة جازة العبارة، أصبحوا يغيروا المباني من مباني القش إلى مباني بالمونة الثابتة، واستبدلوا في النقل والمواصلات العربات بدلا عن الإبل والدواب. كيف تنظر إلى ظاهرة الذهابة؟ والله شوف، ظاهرة الذهابة دي أنا ما بقدر أقول لك فيها حاجة كثيرة غير إنها هي ظاهرة وقتية. ظاهرة وقتية مربوطة بالمعدن، مربوطة بالمعدن دي، والمعدن دي نحن ليه دلوقتي ما عندنا نوع من التصور لكمية الموجود منه وإلى أي مدى يمكن أن يستمر. صح إنه المجموعات اللي دلوقتي استفادت منه غيرت نوعية الحياة الموجودة فيها، لكن هل هتستمر في التغيير ده، وهل هتستمر في إمكانياته في التقدير ده؟ دي مرتبطة بعملية الدراسة المتكاملة لهذا القطاع ومعرفة ما يمكن أن ينتج منه. نعم. سعد الغفار، أشرت قبل قليل إلى توافد أعداد كبيرة ومتزايدة من سكان الريف، وأصبحوا عاطلين عن العمل وانخرطوا في النشاط التجاري الهامشي الذي أشرت إليه، في تجارة الشوارع والأسواق ومواقف المواصلات والخدمات الصغيرة والنظافة. كيف يمكن إعادة تأهيل هذا المورد البشري الكبير والمتزايد؟
هذا المورد البشري الكبير والمتزايد لا يمكن أن يتم أي نوع من التغيير فيه ما لم يتم نوع من نظرتنا لعملية التنمية كلها وإيجاد مناطق صناعية ممكن تستوعب هذه المجموعات الكبيرة اللي نحن بنتكلم عنها. يعني دي واحدة من الحاجات الرئيسية اللي انت ممكن تعملها في المناطق الحضرية. المناطق الحضرية دي المساحة بتاعتها مربوطة بحاجة بسيطة جدا جدا في انك انت ممكن تحول هذه القوة العاملة الى قوة فعالة. الناس اللي موجودين في الشوارع دي كلهم القامة بتاعتهم والتركيبة بتاعتهم لسه ناضجة وممكن استفاد منها بصورة معقولة. كيف أنا ممكن أحول هذه العملية بصورة فعلية لنوعية من العمالة المتقدمة المتقنة؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن أعملها فيها إن نحن فعلا نشوف نوعية الصناعات المحلية اللي ممكن نقومها وممكن نستفيد منها نستفيد في العمالة دي بها. بروفيسور عبد الغفار، يعني في يمكن العقود الفاتت كان رب الأسرة خاصة الموظف الحكومي أو في القطاع الخاص بتعتمد عليه الأسرة في كسب عيشها وخدماتها، والآن الأسرة كلها تتكالب وما قادرة تشيل نفسها، والخريجين الآن أصبح العطالة وعبئا ثقيلا على الأسرة في انتظار التوظيف وارتفاع تكلفة المعيشة. ما هو تأثير هذا الأمر على تركيبة الأسرة بالاتجاه نحو الأسرة النووية الصغيرة؟ والله شوف، الأسرة النووية الصغيرة دلوقتي بقت تعاني من المشاكل الكبيرة جدا جدا في دي. يعني حتى أنا أديك على سبيل المثال المجموعات اللي بتعلم أولادها، اللي أنا بغير هذا التعليم غير مرتبط بسوق العمل، عشان كده الواحد فيهم بيعاني في انه بعد ما يتخرج مثلا من الجامعة او يتخرج من الثانوي ما بيلقى وظيفة عشان يشتغل فيها ويدعم الاسرة بتاعته بصورة او اخرى. الدعم بتاع الاسر دي هو الحاجة الرئيسية اللي ممكن انت تفكر فيها، كيف انت تربط نوعية التعليم بتاعك اللي بتقدمه للانسان العادي دلوقتي، انت تربطه بإنتاجك وبعملية السوق العمل اللي موجود عندك. إذا كان سوق العمل ده خاص أو عام، كيف أنت ممكن تربط الإنسان ده بيه؟ ما لم تفعل هذا فلن يكون لك أي نوع من التطور اللي ممكن أنت تنجزه. أبرز عبد الغفار، ممكن في الفترة بتاعت الستينات ونحو ذلك انتشرت في المدن الصغيرة والمدن المتوسطة أندية الصبيان، وفي الخرطوم كان في معهد القرش الصناعي وكان في مراكز التدريب المهني. لكن الآن الحمى حمى البكالوريوس، يعني الناس كلهم ماشيين لجامعات وأصبحوا الخريجين خريجين جامعات. وصباحا كنت مشاهد في برنامج في البي بي سي من دولة غانا في مئات الآلاف من الشباب خريجين الجامعات العطالة في انتظار الوظيفة الحكومية وما قادرين يعملوا حاجة. فكيف تنظر الى ليه نحن يعني ما نمينا النشاط اللي كان بدأ فيه، والان المجتمع يعني في النظره بتاعت التباهي بالخريجين وافتتاح الجامعات الكثيره دي وكذا الاخير، اصبح عندنا عدد كبير خالص من الخريجين، كيف نحن نقدر يعني نستفيد منهم؟ واحده في الحاجات اللي نحن افتكر اخطانا فيها كبيره وحق نعترف بالحكايه دي، ان نحن كل التعليم بتاعنا عملناه هو تعليم أكاديمي وركزنا على الجانب ده ونسينا التعليم المهني، للدرجة اللي إن حتى المعاهد اللي كانت موجودة دلوقتي قفلناها وحولناها إلى أكاديمية. الأكاديميين دي حتمشي تعملهم شنو دلوقتي؟ نحن لو مشيت أي أسرة بتلقى عندها واحد أو اثنين عاطلين ما قادرين يتخرج من الثانوي أو يتخرج من الجامعة وما يلاقي أي نوع من الوظيفة. ليه؟ لأنه تدريبه هو ما كان بيأهله لأنه يأخذ حاجة. والقطاع الخاص والقطاع العام دلوقتي محتاج للتعليم المهني ده، انت ممكن تركز فيه بصورة اخرى. ده بتقودنا الى انه في فعلا الى حد كبير في نوع من الخلل في عملية التعليمية بتاعتنا نحن.
ودي أنا بفتكر واحدة من الحاجات اللي يجب إننا نعيد النظر فيها، وإلا سيكون مصيرنا إن نحن يكون العطالة متفشية في هذا المجتمع بصورة كبيرة. نعم. سمعنا فاضل فاصل قصير ثم نعود. صوت الجامعة 93.3. الحياة الجامعية مرآة المجتمع، وحال الجامعة نبض المجتمع، وصوت جامعة الخرطوم صوت الجامعة. مستمعينا الأفاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة ما انقطع من الحديث مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم. بروفيسور عبد الغفار، يمكن المرأة أسهمت في النهضة الاجتماعية من خلال تنظيمات الاتحاد النسائي واتحاد المرأة، وكان لها صحفها مثل صحيفة صوت المرأة وغيرها، وبرزت نساء رائدات في العمل النسوي، نذكر منهن الأستاذة حجة كاشف والأستاذة نفيسة أحمد الأمين والأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم وغيرهن على سبيل المثال، وشاركنا في العمل العام بنجاح. كيف تنظر إلى الحراك النسوي خاصة مع زيادة عدد الخريجات والمرأة العاملة التي أشرنا إليها قبل قليل؟ والله شوف، الحكاية بتاعت إنه اتحاد المرأة والتنظيمات اللي كانت موجودة بعد غياب مؤتمر الخريجين وكل الفروع بتاعته اللي كانت بتقوم، كانت بتشجع في أن المرأة فعلا تساهم في عملية التطوير بتاع المجتمع في فترة ما بعد الاستقلال. وفعلا دي الفترة اللي فترة اللي ما قبل الاستقلال وما بعده بصورة قصيرة وجدنا أنه فعلا في مجموعات كبيرة جدا جدا انتمت إلى اتحاد المرأة. إذا كان اتحاد المرأة دي بيقوموا به الرائدات زي فاطمة أحمد إبراهيم ونفيسة محمد الأمين ومجموعات أخرى، دي كلها كانت بتوري إنه فعلا في نوع من التطور اللي ممكن يحصل، وفي مساهمات فعلية في الجانب دي، إذا كانت في شكل المنشورات اللي بتقدم، إذا كانت في شكل الصحف اللي بتنشر من الاتحاد دي نفسه، كان في دور كبير للرائدات دي ودور كبير للمرأة بصورة أخرى. دلوقتي معظم النساء تعلمن، لكن برضو ما أتحت لهم الفرصة في أنهم هم فعلا يكونوا فعالات بصورة أخرى في المجتمع لأسباب كثيرة جدا جدا. من واحدة منها أنه العملية بتاعت التعليم بتاعتهم ذاتها ما كانت بتقود إلى نوع، كانت أكاديمية أكثر من أنها عملية مربوطة بواقع الحياة الاجتماعية اللي عايشين فيها. فدي واحدة من الحاجات اللي كانت مؤثرة. يعني فعلا في أيام الرائدات الأوائل كان في نوع من التطلع في أنه هي المرأة دي ممكن تكون هي فعلا مصاحبة للرجل في عملية التنمية كلها، لكن دلوقتي ما في. نحن يمكن واحد من الأقطار الأولى اللي كانت عندنا مرأة شاركت في العمل السياسي بصورة كاملة في المناطق دي قبل كل الأقطار الأفريقية والعربية، لكن دلوقتي ما أفتكر يعني ممكن نقول نفس الكلام ده بينطبق على الوضع اللي نحن فيه دلوقتي. نعم. بروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، ما ذكرت المرأة إلا وذكرت جامعة الأحفاد، وأنت متعاون أستاذ في جامعة الأحفاد، وفي جامعة الأحفاد ممكن يعني هي إلى جانب دورها التعليمي كانت فيها جمعية بابكر بدري للدراسات النسوية، وفيها مركز دراسات النوع، وفيها مدرسة التنمية الريفية. كيف تنظر إلى مؤسسة الأحفاد في قيادة وتوعية العمل النسوي؟ سألتني سؤال يعني ما عارف إذا كان هو مبطن أو لا، ولكن دلوقتي الأحفاد واحدة من الحاجات الرئيسية اللي أنت ممكن تذكرها لها إنه فعلا بتخرج طالبات يكونوا مرتبطات بالحياة الاجتماعية بصورة أو أخرى. لو مشيت في كل المنظمات العالمية وفي كل المنظمات بتاعت الدولة بتجد إنه طالبة الأحفاد اللي تخرجت وجدت وظيفة و
قدرت أن تقوم بنشاط بتاعها بصورة متكاملة. البرامج اللي موجودة إذا كانت في برنامج في الجندر إنستيتيوت مركز الجندر أو كانت في جمعية بابكر بدري كانت مربوطة كلها بالقضايا الرئيسية اللي بتمر على المجتمع بصورة أخرى. فدي واحدة من الحاجات اللي يعني الناس حقوا يضعوها في الاعتبار. صح إنه بعض الأشياء دي ممكن أن تطور بصورة أخرى، ممكن أن تطور بصورة أكثر وتكون عملية. صح إنه نحن في مركز الجندر مثلا بنقدم بعض الأشياء اللي نفتكر إنها لها ارتباط بالواقع بتاع الحياة اليومية في المجتمعات السودانية دلوقتي، ودي حق نستمر فيها بصورة أخرى. في حديث عن الاستفادة من الخريجين، يعني الجامعات هي بتأهل الناس تأهيل أكاديمي عبر الدرجة العلمية، إذا في الدرجة المستوى الأول البكالوريوس أو في الدراسات العليا. الناس بتحدث عن توظيف القدرات الشخصية للخريج، كيف يتم ذلك؟ توظيف قدرات الخريج في المجتمعات دي ما ممكن تتم إلا إذا كان في نوع من الخطة المتكاملة، في أنه يكون في نوع من الترابط بين الأشياء اللي ممكن يدرس الخريج والحاجات اللي ممكن يقدمها. الخريج عندنا دلوقتي بيتعلم بعد ما يتخرج، يتعلم بعد ما يتخرج، لأنه الأشياء اللي نحن بندرسه لها في الكلية هنا هي أشياء نظرية، نحن عايزين أنه يمشي في العملية دي في الآخر، فبيمشي يتعلمها. ما لم نربط العملية بتاعتنا التدريسية بالنظام الخارجي العملي ما ممكن يكون أي نوع من الاستفادة من الخريج بالصورة المتكاملة اللي عايزين نافيه. بروس عبد الغفار، ننتقل إلى ملف آخر وهو ملف يعنى بالتنمية وقضاياها ومشكلاتها. نجد أن الحكومات الوطنية في صدر الاستغلال اهتمت بالبناء السياسي أكثر من البناء الاقتصادي والاجتماعي، وظل على يستمر على هذا النحو الذي تركه الاستعمار، وما زال الصراع السياسي يحتدم بين الأحزاب مرة أخرى، إلى أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. كيف تنظر إلى أداء الطبقة السياسية في مجال السياسات الاجتماعية؟ الطبقة السياسية في مجال الاجتماع ما قدمت كثير، لأنه كانت هي بنت على أشياء أنا أفتكر هي مغلوطة من البداية. يعني نحن لما فكرنا في عملية الاستغلال فكرنا في أنه كان الشعار المطروح تحرير ولا مش تعمير، تحرير بدون تعمير، ما كان في نظرة بعيدة في أنك أنت بعد ما تتحرر عايز تعمل شنو، تحرير لا تعمير. فدي واحدة من الحاجات اللي أثرت في العملية بتاعت استقبالنا للأشياء دي. فأنا بفتكر أنه واحدة من الأشياء اللي نحن بنفكر فيها ونعتمد عليها بصورة متكاملة هي العملية بتاعت إن نحن فعلا كيف نقدر ننظم الحياة بتاعتنا، كيف نقدر ننظم التنمية ويكون عندنا رؤية متكاملة لأننا عايزين نعمل شنو. ما لم يكون لدينا الرؤية الثاقبة اللي ممكن تطور العملية بتاعت التحرير دي وتدينا البديل للعملية الاقتصادية الاستعمارية اللي كانت موجودة لاستغلال الموارد فقط، كيف نحن ننمي الموارد دي بحيث انها تكون هي فعلا في خدمة الانسان العادي. ما لم ننميها بالصورة المتكاملة بالصورة دي ما ممكن نصل الى حل. بروس عبد الغفار، كلمة التنمية لم تكن هذه المفردة ومفهومها وسياساتها متداولة في مرحلة البناء الوطني الذي أشرت إلى تركيزه على الجانب السياسي وأشرت إلى التحرير وليس التعمير، ويمكن في فترة ثانية ظهرت الخطة الخمسية والنزعات الاشتراكية، يبان فترة حكم مايو من 69 إلى 85 1900. ماذا تعني التنمية ومقرونة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ شوف، العملية بتاعت التنمية دي نحن لما ننظر لها هي الغوام بتاع الإنسان.
الإنسان اللي نحن عايزين ننميه ده هو الأساس في عملية التنمية دي. ما لم ندرسه بالصورة، ما لم نعلمه ونشعر بأنه فعلا يمكن أن يتكلم في المجال ده ويتحدث فيه ويكون فاعل فيه، ما ممكن ننجح. عملية التنمية بالنسبة للإنسان لازم تلبي احتياجاته. العملية بتاعت التنمية دي مربوطة بالاحتياجات اللي بيستغلها الإنسان في حياته اليومية. التنمية الاجتماعية مثلا والتنمية الاقتصادية والتنمية السياسية مربوطات ببعضهم البعض. ما ممكن أنت تنظر في واحدة فيهم وتجهل الأخريات. الإنسان اللي عايز أنت تنبيه ديه واللي عايز تبني على أساسه تبني مجتمع متكامل فيه خدمات، فيه اقتصاد، فيه حياة اجتماعية، فيه أسر مترابطة مع بعضها البعض، ما ممكن يتم هذا العمل إلا من خلال إنك أنت تشرك الإنسان في العملية بتاعت التنمية دي نفسها. ولا ما بتشركه إلا إذا نميت قدراته في إنه هو فعلا يشعر بإنه هو مساهم رئيسي في هذه العملية. أستاذ عبد الغفار، أنت أشرت إلى مقولة أن تغني عن الناس بجدوى التنمية وتحملهم على المشاركة فيها، بمعنى آخر غير أن هذه المعادلة تبدو مختلة، إذ يتعارض بعض المستهدفين بالتنمية يعارض بعض المستهدفين بالتنمية تنفيذ مشاريع تنموية بنطيهم، خاصة أمثلة هناك عديدة منها مشاريع السدود ومشاريع الزراعة الاستثمارية. كيف تنظر إلى سياسات التنمية المثلى؟ والله تتذكر احنا نتكلمنا عن العملية بتاعت التوزيع بتاع الثروة والسلطة في المناطق المختلفة دي. واحدة من الحاجات اللي بتواجه الناس في انه هم فعلا عندهم نوع من الامكانيات اللي موجودة، اذا كانت امكانيات زراعية، اراضي حيازات قديمة، أراضي يمكن كانوا بيستغلوها في السدود الموجودة دي قبل السدود كانت موجودة وممكن يستغلوها. أنت ما شرحت لهم بالضبط عايز تعمل شنو، ولا وضحت لهم بالضبط إنه ممكن دي يستفيدوا منها كيف، وما مشكل ما ممكن تكون أشركتهم حتى في العملية بتاعت الإنتاج. أنت دلوقتي الناس بتعترض على بعض المشاريع بتاعت الزراعة اللي أنت عايز تقوم بها في المنطقة دي. المشاريع بتاعت الزراعة اللي عايز تقوم بها دي أنت لازم تكون وضحت للإنسان اللي موجود في المنطقة بأنه حيساهم فيها بشنو، وحيكون نصيبه في شنو في العملية دي شنو. العملية بتاعت كل الأشياء اللي موجودة دي والتضارب بتاع الناس، أنا ما بفتكر الناس بيرفضوا عملية التنمية، لكن عملية التنمية يجب أن تكون واضحة وبالنسبة له ومرتبة وعارف بالنسبة لها. يعني الناس بتغاوم السدود، بتغاوم المشاريع بتاعت الاستثمارية اللي جاية لأنها داخلة عليها من جهات أخرى، لكن هو نصيبه فيها شنو لازم يكون عارف. أستاذ عبد الغفار، قبل قليل أشرت إلى مصنع اللحوم في كوسي وكيف أنه فشل لأنه ما تم دراسات جدوى ذات بعد اجتماعي تتعلق بإنسان هذه المنطقة. وده ممكن يجي في الفترة بتاعت الفريق عبود رحمة الله عليه، وأنشأ مشاريع تنموية في الصناعات التحويلية، مصنع البابا بابا نوسة، ومصنع البصل في كسلة، وتعليب الخضر والفواكه في كريمة، وكرتون في أروما، وكانت تجربة تنموية لم تحقق نجاحا على النحو المطلوب لها. ما هو تقييمكم المشاريع التنمية لهذه المصانع، إلى أي مدى يمكن إعادة هيكلتها وتأهيلها، إذ ما زالت الحاجة ماسة إليها لتعزيز الصناعات المحلية التي يمكن تسهم في استيعاب العطالة الموجودة؟ والله شوف، الحاجة اللي واضحة بالنسبة للمشروعات اللي تمت دي وفشلت أساسا ما كانت في دراسات متكاملة بالنسبة للمناطق اللي هم فيها. إذا كان المصنع بتاع بابانوسة فشل ليه؟ فشل لأنه المصنع أساسا جو خبراء أجانب وضعوا وشافوا إنه في أبقار كثيرة جدا جدا ومتحركة في المناطق دي، ممكن يخدوا لهم مصنع بتاع ألبان في بابانوسة. بابانوسة دي بيجيها كم مرة في السنة؟
المجموعات الرعوية دي تقعد فيها. مش كده وبس، هل المجموعات الرعوية دي بتفضل إن اللبن ده تشرب العليول بتاعتها والله تمشي تبيعه هي للمصنع ده عشان يعمل منه نوع من الألبان المجففة والله خلافه. دي الصراع، ما في فهم لمعنى الحيوان بالنسبة للإنسان في المنطقة دي، ما كان في تمام فيه. الحاجات الثانية إذا كان مصنع بتاع بصل ولا مصنع بتاع تمور هنا هتعمل به شنو؟ لازم تكون عندك دراسة متكاملة في أنك أنت بعد ما تنتج الحكاية دي ممكن تصدرها للمناطق الأخرى بيات صورة من الصور. فرس عبد الغفار محمد أحمد، سبق أن طبق الرئيس النيجيري السابق المعلمه جوليوس نايريري تجربة المزارع الجماعية كفلسفة إفريقية أو ما يعرف بقرى ديجوما، وتقوم على الملكية المشاعة والاشتراكية الأفريقية، ولكنها فشلت لمخالفتها الطبيعة البشرية في التملك والتفرد والقيادة الدافعية للعمل والتنافس فيه. وحتى يعني الصين الشيوعية تحولت إلى نحو اقتصاد السوق أو لديها نظاما مزوجا نحو الداخل والخارج في التنمية. بماذا تعلق على هذه التجارب؟ والله شوفوا التجربة كانت، أنا بفتكر التجربة هي سليمة إلى حد ما، في أنك أنت فعلا المعرفة المحلية بالنسبة للسكان الأصليين في المناطق المختلفة ممكن تستغلها. كيف نايريري فكر في أنه والله في بعض النوع من التعاون بين المجموعات دي في أنها هي فعلا ممكن تجمعها مع بعض وممكن تنتج، والإنتاج بتاعها ده يكون مفيد بالنسبة للمجموعة كلها. لكن فشل في أنه يعرف برضو في الجانب الفردي في الأشخاص نفسهم، وممكن يعترض مع على الأفكار اللي أنت مطروحة. فكان في صراع بين الأشياء اللي هو طارحة والأشياء اللي بيفكر فيها المواطن العادي. نفس الحكاية بالنسبة لي العملية بتاعت تمازج بين الإنتاج والتسويق بتاعه. أنت لازم تكون عندك نوع من المزج بين الاثنين في سوق، ودلوقتي السوق له أثر كبير جدا جدا في الحياة اليومية بتاعت الناس. المناطق المنتجة عايزة تنتج وعايزة تبيع، والبيع ده بيكون فيه نوع من الفائض ممكن يكون في مصلحة الشخص العادي بالنسبة لك. فدي واحدة من الأشياء اللي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. بروفيسور عبد الغفار، مادة الاقتصاد كانت تدرس في كلية الآداب، ويمنح الخريج بكالوريوس الآداب في تخصص الاقتصاد، ثم انفصل الاقتصاد عن الآداب ليصبح كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية، وكان أول عميد لها البروفيسور سعد الدين فوزي، وأسهم شخصيا بفكره وعلمه في بلورة مشروع انفصال كلية الاقتصاد، وقدم مرافعة قوية أمام مجلس الأساتذة الموقر وجدت استقطاب حاد فيه. حدثنا عن شخصية البروفيسور سعد الدين فوزي وشخصية البروفيسور محمد هاشم عوض في كلية الاقتصاد، وهو جاء بعد البروفيسور سعد الدين فوزي. شوف أنا والله بالنسبة لبروفيسور سعد الدين فوزي لم أحضر الزمن اللي كان هو موجود فيه، لكن قريت بعض الكتابات بتاعته عن الديوم والدراسات المختلفة اللي قدمها، والنشاط بتاعه في أنه يفصل هذه الكلية من كلية الآداب إلى كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية. وده أنا أفتكر كان عمل معقول جدا جدا، في أنك أنت فعلا ممكن واحدة في الحاجات اللي لازم تأخذها في الاعتبار أنه فعلا لما كانوا مربوطين مع بعض كانت العملية بتاعتها الجامعة صغيرة وبتتحمل أنها تقبل الكليات بصورة دي. الجامعة توسعت في ذلك الزمن، وخاصة بعد الاستغلال كان لازم يكون في نوع من التغيير بعض منها. وعشان كده أنا بفتكر أنه المرافعة اللي أنت ذكرتها بالنسبة لسعد الدين كانت مقبولة جدا جدا، وكانت وجدت نوع من الاستحسان من مجلس الأساتذة ووافقت عليها. الأخ محمد بروفيسور محمد هاشم عوض، أنا الحقيقة الله يرحمه عاصرته كطالب، كنت طالب عنده وكان هو بيدرس، وكان عاد من إنجلترا وقتها،
كان واحدة من المعجبين بها، كان كنت معجب بكتابه فساد الحكم، فساد الحكم في السودان. ده كان سنة كم؟ في الستينيات، في أوائل الستينيات. من الوقت ذاك البتاع ده؟ أيوة. فالكتاب بتاعه ده كان واحد من الحاجات اللي جذبتني فعلا. أنا وعاصرت بعد كده محمد هاشم عوض، بروفيسور محمد هاشم عوض في مجلس الأبحاث الاقتصادية في كلية الاقتصاد نفسها، فكان فعلا واحد من الناس اللي تشعر بأنه فعلا كان مواطن أصلي بيقدم كل حاجاته من شخص من داخل نفسه يعني. حتى لما بقى وزير وكان وزير للتجارة استغل منها، لأنه شعر بأنه فعلا ما بيقدم أشياء بتخص المواطن بالصورة الكاملة، وجدت هاني راجع لعملية التدريس. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن تذكرها ليه، وإنه كان فعلا واحد من الناس الرئيسيين اللي فعلا كان لهم أثر في كل الطلبة اللي درسوا. بتذكر شنو من كتابه في سنة 60 عن الفساد؟ والله شوف، هو كان بيتكلم عن الأحزاب السياسية، كان بيتكلم عن كيف الفساد اللي استمر في السودان ده فيه عدم التخطيط، عدم الرؤية الكاملة للعملية بتاعت التطوير بتاع والتنمية في السودان. بمجرد ما يكون ما في رؤية بيكون في نوع من الخلل اللي بيقودك إلى نوع من الفساد في الحكم دي. نعم. ما ذكر أيضا بروفيسور أحمد هاشم عوض إلا وذكر تجربة التعاون، وكان وزيرا للتجارة والتعاون والتموين. نعم، دي واحدة من الحاجات الرئيسية اللي كان هو بيقدمها، وأنا بفتكر واحدة من الحاجات الرئيسية اللي كان هو واحد من الناس اللي بيدعموها خالص في الجمعيات التعاونية بشكلها المختلف، خاصة الجمعيات التعاونية اللي موجودة كانت في شمال السودان. كان فعلا واحد من الناس اللي دعموها بصورة كاملة، وحتى لما مشى للوزارة كان فعلا بيفتكر انه عملية التعاون دي واحدة من الحاجات المهمة خالص. نعم. شفت قبل قليل الى انه يعني التداخل العلوم، علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم العلوم السياسية، الى اي مدى يعني الخريج بيستفيد منهم في دراسته وفي توجهه بعد حتى ينخرط في المهنة ويكون عنده خلفية واسعة من هذه المواد؟ واحدة من الحاجات اللي يعني ما ممكن تكون مقبولة انه الواحد يركز على مسار واحد في العلوم ويفتكر انه ده ممكن يفهمه الوضع اللي عايش فيه في المجتمع الليلة. لازم يكون في نوع من التكامل بين ديل. اي عالم، اي طالب نحن بندرسه في علم الاجتماع لازم يكون عنده إلمام بالتاريخ، لأنه التاريخ ده بيوريك كيف تطورت الأشياء. لازم يكون عنده علوم بتاع الجغرافيا، يكون عارف اللي حاصل فيها شنو. لازم يكون عارف الاقتصاد، لأنك الاقتصاد برضو بتركز على الحياة اليومية بتاعت الإنسان في الإنتاج والاستهلاك بتاعه في الأشياء دي. فدي العلوم دي متداخلة مع بعضها البعض. واحد من الحاجات الرئيسية اللي صح انت فعلا يمكن ان تركز على خلاصة الأشياء دي ممكن تكون شنو في علم اجتماع والله في سياسة والله في اقتصاد، لكن لازم يكون عندك إلمام بالعلوم الأخرى. نعم. مستمعي الأفاضل، فاصل قصير ثم نعود. The voice of science and knowledge. 93.3 FM. اسمعنا وخلي حياتك معنا. صوت جامعة الخرطوم 93.3 FM. اسمعنا وخلي حياتك معنا. مستمعي الأفاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة ما انقطع من الحديث مع البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم. بروفيسور عبد الغفار، حدث تطور آخر في كلية الاقتصاد نفسها، إذ انفصلت عنها إدارة الأعمال لتصبح مدرسة العلوم الإدارية، وتبقى من الكلية أقسام الاقتصاد والاقتصاد القياسي والاجتماعي والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية. وربما تستمر هذه الظاهرة، ظاهرة التشظي والانفصال، لتشمل كلية للعلوم الاجتماعية وأخرى الاقتصاد. ماذا ترى
في ظاهرة الانفصال هذه، وهذا يحدث يعني بينما يحدث في كثير من الجامعات الأفريقية والأوروبية والأمريكية الاندماج والعودة إلى الكليات الأساسية في العلوم والآداب والهندسة. أنا يعني أؤيد في أن تكون في فترة معينة أنت بتشعر بأنك أنت ممكن تقدم نوع من الخدمات على حسب ما هو متطلب منك في العملية بتاعت الربط بين الحاجات اللي بتدرسها والحاجات اللي ممكن تحصل في واقع الحياة. العلوم الإدارية لما انفصلت من كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية كانت بتفتكر إنها هي فعلا ممكن تقدم أشياء معينة للمجتمع السوداني، وفعلا بتقدم هذه الأشياء بالصورة دي. لكن في بعض الانفصالات أنا بفتكر إنها ما ممكن أنت في الوضع الحالي تقعد تفكر فيها. نحن دلوقتي نقلنا الجامعات للجامعات الإقليمية، وابتدينا نبشر في أنه الجامعات الإقليمية دي مربوطة بعملية التنمية في الأقاليم بتاعتها. الجامعات اللي عندنا الكبيرة اللي موجودة تاريخيا زي جامعة الخرطوم، جامعة الإسلامية، جامعة القاهرة فرع الخرطوم الذي الوقت أصبحت هي النيلين، جامعة السودان دي كانت معهد فني، فخلينا نرجع لمعهد فني، لكن ديل كان ممكن يكون متخصصات في الجوانب المعينة وتخلي العملية بتاعت التنمية الإقليمية للجامعات الإقليمية دي بالصورة دي. عشان كده أنا بفتكر أنه نوع من التخصص فيها هو المهم أكثر من أي حاجة. بروفيسور عبد الغفار، ممكن يعني أشرت قبل قليل إلا أن العلوم المتداخلة سادت لفترة طويلة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكانت هناك درجات علمية مشتركة بين كليات الآداب وكلية الاقتصاد، يأخذ فيها الطالب تخصص من كل كلية تاريخ وعلوم سياسية وجغرافيا واجتماعية وغيره. هل من الأفضل العودة إلى هذا النظام تاع جوين ديجريز؟ والله أنا أفتكر ده من الأفضل كثير جدا جدا، لأنه نحن أذكر على أيامنا اللي كنا بندرس فيها في البداية كان حتى في بعض الدراسات اللي كانت مشتركة بيننا وبين قسم الآثار مثلا، علم الاجتماع مع الأنثروبولوجيا مع قسم الآثار في جوانب معينة انت ودي بترجعني للعملية بتاعت المعرفة كاملة بكل العلوم. انت لو عرفت فعلا الارتباط بين العلم والآخر، يعني الليلة في جغرافيا انا بدرس حاجة عن الرحل في علم الاجتماع، بدرس الحاجة في الرحل في كلية دلوقتي الجغرافيا بقت كلية براء بدخل فيها. دي ليه ما يكون عندي شهادة مشتركة بالنسبة لديل، أو على الأقل علم مشترك بالنسبة لديل في حاجات أنا بدرسها في علم الاجتماع بخصوص النباتات والمعرفة المحلية بها، وفي البطني بيكونوا بيدرسوها بنفس الحكاية. ليه ما يكون في نوع من البرامج المشتركة والشهادات المشتركة، ويكون عندي خريج يكون ملم بالجوانب الاجتماعية وملم بالجوانب الطبيعية في نفس الوقت؟ بروفيسور عبد الغفار، توسعت جامعة الخرطوم رأسيا وأفقيا على مستوى المجمعات والكليات لدرجة يعني تقارب الكليات الجامعية في شنبات أو في التربية أو في الطب والعلوم الأساسية والهندسة، وأصبحت الجامعة تضم عددا كبيرا من الكليات والمعاهد، اختطت لا مركزية النظام الإداري وكذا. كيف تنظر إلى مستقبل هيكلة جامعة الخرطوم من الناحية الأكاديمية بالنظر إلى التجارب العالمية؟ واحدة من الحاجات التوسع غير المدروس في الأشياء دي بيقود إلى مشاكل كثيرة جدا جدا. نحن واحدة من الحاجات اللي ممكن نفكر فيها إن نحن فعلا زي ما قلت قبل شوية أنت، الحكاية بتاعت الدراسات المشتركة أو الشهادات المشتركة دي ممكن تقودنا إلى أي حاجة، إلى نوع من الترابط بين المجموعات المختلفة اللي نحن ممكن ندرسها. لكن التضارب في الاختصاص والحكاية بتاعت إن نقوم بتدريس بعض الأشياء في بصورة مختلفة دي تخلي لي أنا أتردد كبير جدا جدا في إنه العملية بتاعت التوسع الغير منطقي
بالصورة دي غير مقبول بالنسبة لي. في معاهد كثيرة انتشرت، في معاهد كثيرة توسعت، في توسع رأسي وأفقي في جامعة الخرطوم، لكن هنا أنا بفتكر إن نحن يجب أن نقيف إلى فترة ونبتدي نفكر في العملية دي ونشوف إلى أي مدى ممكن يفيدنا هذا التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في الحالتين. في الحالة دي أنا يعني عندي في توسعات في بعض الكليات في التربية، في التربية دي مثلا يعني أنا توسعت فيها، لكن قبل كده كان عندي معهد المعلمين العالي وكان من اليونسكو، دلوقتي حولته لكلية التربية. عملية التحويل للأشياء دي بدون معرفة إني أنا قاصد بها شنو وإلى أي مدى يمكن الخريج بتاعي يكون فيها مفيد، دي ما أفتكر حتقودني لأي حاجة. المراكز والكليات، التجارب اللي خضناها دي كلها تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة فعلية في العملية دي. رئيس عبد الغفار محمد أحمد، وأنت كنت مديرا لمركز الدراسات والبحوث الإنمائية بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، وهذا المركز يعني أسهمت في تأسيسه وأسهم آخرون في تأسيسه في إدارته ونشاطه وأساتذة كبار، كما نشط المركز في إقامة المناشط العلمية وقدم دراسات عليا في التخطيط التنموي والتنمية الريفية، ونشر أبحاثا ودراسات أثرت مجال التنمية والتخطيط، ووجد المركز دعما فنيا وماليا ولوجستيا مؤسسات عالمية، وحقق صيتا كبيرا في داخل السودان وخارجه. حدثنا عن فلسفة قيام مركز الدراسات والبحوث الإنمائية قبل أن يرفع إلى معهد مستقل عن كلية الاقتصاد. شوف، المعهد قام سنة 1976، الأخ صادق الرشيد هو أول من قام بالعمل فيه، ثم جيت بعده أنا، وكنت قبلها في مركز في المجلس القومي للبحوث. انتقلت بعض الأشياء فيه، كان الفلسفة الرئيسية إنه هو يدعم عملية التنمية، وعملية التنمية دي يمكن تكون رأس الحربة فيها كلية الاقتصاد، عشان كده كان هو المركز مربوط بكلية الاقتصاد بترابط فيها. المركز ما كان بعين أي نوع من الناس غير الرئيس المدير بتاع المركز، يمكن مساعد مدير المركز، لكن برضو كان بيجي من كلية الاقتصاد، وكل الأساتذة اللي موجودين فيهم متعاونين من كلية الاقتصاد ومن الكليات الأخرى اللي لها ربط بعملية التنمية دي. ده واحدة من الحاجات اللي كانت مؤثرة فيه. واحدة من الحاجات اللي تمت فيه كانت الدراسات، وكانت بتقدم في شكل دراسات متكاملة، وتقدم الورقة بتاعتها كل شهر، بتقدم هذه الأوراق. الحقيقة دي كانت تجربة نحن قدناها في مجلس القومي للبحوث، مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، ونقلناها من هناك، نقلناها من هناك وجبناها للمركز هنا، وابتدينا ننشر حتى الأوراق دي. نحن بنطلع الورقة دي، وأيام دي كانت طبعا بتلف بالرونيو، كنا نلفها ونطلع منها زي 50 نسخة، بندي منها على الأقل 3 أو 4 نسخ لبعض الناس يقروها قبل ما تقدم في الجلسة بتاعتها ويناقشوها. الدراسات دي كانت بتغطي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية بصورة متكاملة، عشان كده كانت هي واحدة من الأشياء الرئيسية اللي اعتمدوا عليها الناس في سنة 1985 في تقييمهم للوضع العام الاقتصادي في السودان، واستفاد منها حتى المنظمات العالمية. الحاجة الثانية في المركز ده، المركز كان بيجيه أي نوع، بيجيه دعم من المنظمات العالمية ومن بعض السفارات. يعني على سبيل المثال أذكر لك إنه في هولندا كان فيه نوعين من الدعم، فيه نوع من الدعم لوجيستيكلي
واللي تبنى منه العملية بتاعت المكتبة بتاعته والمبنى الثاني اللي حسع فيه القاعات بتاعت المحاضرات دي. ثم كان فيه أيضا الدعم بتاع المقررات نفسها، فكان بيقدم ماجستير بنقدمه بالتعاون مع الانستيتيوت اوف سوشيال ستاديز ان ذا هيك في المنظمه الاجتماعيه في لاهاي في هولندا. فدي كانت بتقدم فيه بصوره كامله، وكان في اساتذه بيجوا من الهيك موجودين ومقيمين عندنا هنا وقدموا البرنامج ده. واستمرت هذه العمليه بصوره او اخرى. يعني واحدة من الحاجات الرئيسية إنه كان فعلا هذا المركز بيساهم بصورة فعلية في العملية بتاعت الترابط بينه وبين كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وبينه وبين العملية في المنظمات العالمية وفي المنظمات الحكومية وفي القطاع الخاص. دي واحدة من الحاجات الرئيسية اللي كان بيقوم بها. طبعا المعهد في الآخر تغير إلى مركز، المركز هو الحقيقة تغير إلى معهد وانفصل من كلية الاقتصاد. أنا شخصيا بفتكر إن دي كانت واحدة من الأخطاء الكبيرة اللي ممكن نحن نرتكبها في إن نحن فعلا نبتدي نجزئ في الأشياء، وتجزئة المجزأة دي ما ممكن تصور معقولة. نعم مستمعي الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للبروفيسور عبد الغفار محمد أحمد أستاذ علم الاجتماع والأثر البرية الاجتماعية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم، وإلى في الحلقة الثالثة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد.